سلام و رحمتي خواهي قبرتان لبيت بينا راني خوش ويسي كانالي محراب خوش حالا لألقي اشتري برنامج تنكو قرآن يكام بيتان قيشتنوه لما القدى باس للجاهلية ياخد نفامي دكين كلا قرآن دا لبستو توار شوين بصيغي زياواز الجاهلية تجهلون يجهلون الجاهلين جهولة هاتوا بابزانين جاهلية نفامي تيا بمواداري برس دكتور سيد أحمد برنزي مقصة جمع خير وزارش بارك الله بكم موسى وكو اما جمان پیدا زور دوباره بوته القران بس غي زياوازي شاتيه اگر منو پيناسي چي زهل بكين وزياوازي لقل نخوين دواري چيه بله بسم الله الرحمن الرحيم جهل امي زيكي يكن بمعنى او كسا خوينوارين يا نازان ابنو شو بخوينتو لا اصلا جهل يا امي بوا الله يعني علاقه اشنايه لقل كتابته وقراءته امانيه بلا او کسا که نازانی نایو خوی بنوشی اکری زور شهر زابه اخباری پیشو فلسفات افکار خوی عقلی که گوریه بی بو براورد کنو هسنگانی شتکان لو پر ریزی رکیه بی امیشه امیشه جهلیش اوه یا هر وکو امی وایه بلا خرابتره کوت جاهلی یعنی نازانی بنوشی بتواوتی بخوینه نا خبریشی لشتباشکان هی حکمت و علم و فضائل و مکارمشتی أقلينية. من سكاد خويل علمي منطقه حتى لو صلش دم خدنا. الجهل هو تصور شيء على خلاف ما هو به. يعني اشتكان بيتوان أخويني. نعم قش حالي ولا اشتكان. بلان جاهلية زور فرقه لهذا كيان. جاهلية لعقيدة هي أو كابرا مشركة أو كابرا بتبرسة كابرا خوا أناسب لنعم قش خواهيك إيه مثلا حكم أسمان كا بلام حقيقة بس سياسة وإدارة و عبوری و فرمان روایی و کمالایتی و بوارکانی تری جیان و جنگی مروه بکان و خزانی مروهی خیلی دور خنوه اما پیسترین جوری جاهلیت که پیوتی سیکولاریزم یا علمانیت یا هشتکی تری کرنا پیوتری اما فعلا جاهلیت کبرا اگر بوت جاهلیتی گورترین جوری جاهلیت اما یا اوه که یعنی لخوا پرستی و خواناسی شتکان پیتوانا بینوکو قومی موسی علیه السلام گوتیان یا موسی اجعل لنا آلهان کما لهم إله كما لهم آلهة فرمي إنكم قوم تجهلون كواب جاهلية زور جورو چمكي هي زور جورو بوارو شويني هي لهمي خرابتر جاهلية فكر جاهلية عقل جاهلية دلا كسكا هروها جاهلية مصعفهم كهر لو خالب بيانساسم لوازم لمعركة أحد بيان بدر بو ويعتدى بزي فرمي وتظنون بالله ظن الجاهلية بله يعني أو تقمانك بوتي إنسان هذي زار قمان لا سركوتن لنصر بيدرو الزبيتن شنك بيوركاني سركوتن وجركوتن نازاني نازاني كسركوتن يعني شي سركوتن لإسلام فرقي هي لقل سركوتن لا لاي خلقي ترو بيوركاني ترو مزاجكاني تر مثلا أصحاب الأخدوت أويان بسرها تاقين دي براهم يعني سوتين ران وزينة بشال كران بزين دوي خواهي قراء فمي ذلك الفوز العظيم هو برنو قوركش او برنا قورك هي هموشي تيتو او جاء نصر جايه واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب لبيشا باسي فوزك عن جدعي باسي جهادك كواب جهاد لها محالتك هر اوانك جهادك براون او اوانيان كدجي جهاد دوراون وكو كسي لغزل فلسطين رؤدا بفيوري بشريبه بفيوركاني خلقي تربيه هسه كجمال الشهيده كان سي هزاري تبرانديا شكستو دوراندنا بلام لا يخوا هر او کسی لو ساعتو گیانی بخشی لپینا يخوا لپینا پیروز جکانی دینا اکیلوانا خاکو مقدساتی خوایتی ایتی لو کاتو او گشو تا پلی گورکو آبا فوز مهمتره لنصر نصر زوتر پیوندی ببروی مادی و دنیای وحیه نعم کواب جاهلیت زور بکارهاتو لقرآنی پیروزا مثلا خروط کرنوا اکی کلا لجاهلیت او لسلوک و ممارسه لناو کمولو خیزانا او جوريك لبوارك معينة بيوت جاهلية ونفامي هروها شرك بالبرسي زينة بسال كردن كادي خوي كبوة وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب من قتل إذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم تادوا يا آياتك سورة نحل خوي قرى أم جور السلوك ممارسة جاهلانة كلبواري خزان وكومر سيركدني منار وآفرة أم شانة اما ناوينا وجاهلية منصبو بيام اخوي قورا يعني كخطاب ذاك اللي قال خزانه كان بيغمبر الفند ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى شنك افرمي خوتن دا بوشن وكو بيشن مبن
پیشش چون بود و خونه و روت قطب بانو کافریک کن. ولی هم جلی تن که لبر کدوا، ها یا برای که دار پوشی ولی اش اینی که گرک که دار پوش ره برای که تریان درخست و کو ایسا. اما بالضبط اما جاهلیت الاولى همه یک ایسا اکری. سکند روز. که سرپوشی لسری همی جانو میکیاده. آجا پانکو پانتون لکی تسکو تنگی لبرای جیانی پیتال کدوم نزدی چون برود چون بجوله چون سرکه چون دبازه. اما براسی بشه که دو جاهلیت ها که به جاهلیت لعقیده لفکر لسلوک لخیزان لکومل لسیاست لاقتصاد لکوملایتی لپیوندی کانی درو ناو لپیوندی انسان لگل خوا پیوندی خوی لگل خوی پیوندی خوی لگل خیزان و مال و منال و دورو بروجینگ و خیزان کانو گرکو پشقامو شارو کوملکی اما نه هرچی لناو قوز بیو پیچوانی منطق و عقل و دین بی او پیوته جاهلیت که به جاهلیت شکی عجیب نیه لب فتره یکی زمانی بو بیو ایتو کتایی هات بیه جاهلیت جو دماره که خرابه لفکر لعقیده لسلوک و ممارسه و کمالایتی هزور وارده که کارکانی برپا بو خوشی برپا بیو جاهلیت سهل بداته و خرابتر لپیشوکانی اولاکه موسا لشوی نشتر خواهی گوره بس لجاهلیتی عصبی ده کنده فرمید اجعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه یعنی اوی که دیانگود انصر اخاک ظالما او مظلوما استش او جاهلیت سریال نداره اما ایسه زور زور برجسه ایسه براسی سبحان الله هچیش تی خراب و بیکلکو رزی و بوگنه هر بزور او عظام نخیره در یه نو زینوی اکن در خوارده او خلکه ایدن با اوی فکر و عقل و معیده و هچی دماره تی همین خوش که بای خوش ویز فرمی دعوها فا انها منتینه و کنتم على شفا حفرت من النار فانقذكم منها اوانا فعلا زور خطره ایسه مثلا وایلی اکن شانازی اکن با فینیقی، با فرعونی، با بابلی، با آشوری، با کسرا، با قیصر، با هندوس، با موذی، با عظام نخیرانه او فعلا او کروکی جاهلیت او یا که پیغمی ناوینا و او گوشتی رزیب و گنه لجر خاکو داری مهین لو درخوادی خود تانی بدن فعلا ام ناسیونالیزمه ام قومیت جاهلیه نک قومیتی خوشویشی قوم و عشیر و خاکو او فطرت و یاندارکانش حیانه چه جای مروف بلام اوی پیغمبری خوی ناوی ناو منتین یعنی مرداروی اکی گوشت اکی رزی و جرخاکی مردو و بوگن هر کسی بی خوا حقری بوگنکا فکری بوگنکا ممارسی بوگنکا فعلا ایسی خریک العالم اسلامی پیشتر و ایسی زیادتر حتی ام عشایر و خیل بازی وشتا قجی اکنو او فلان کس و آهنگ گیرن اما انا بشه که رخصار روالت اکا لو جاهلیت لباری کمالایتی لباری خزانی و عشایریه همي بو اوي وكولة تمزيق الممزق وتقسيم المقسم خوي ملتك كان باشا باشا كرت كرت كدو يعني زياتر كرتو برتيكال لما زياتر لما زياتر ويلي كان سرقاد سرقاداني كد وهي ام قوميته عشائري وجاهليته توان راو الحاد برالاي لا سايك نوكو الايتي لبيرشوني زماني دايك لبيرشوني كالتور وجلوبرجي جوان عرافه بقوركاني خومان شانا زي كدن بعلم سري سبي ريشي سبي فعلا الإنسان جاهلي بمعنى جهل ونخيناري بلاوتوا وكبرها كتابي كنوسي ونخيناري لزان كوكاندا دكتور هيمن خوش كتابي كبو عنوانه فعلا يعني نحن وزرقية زان كوكان برا لجاهلية شو كأو خيناري نية أو تب بتزويل شهادة أفروشة مثلا حتى لبواري أو جهلي ك يعني ما بس من أو جهلنية طبعا جاهلي مخالف علم بلام جاهلية كجيشو تأوش كواز شهادة أفروشة وكبرا لإيران ويك دنيا شهادين تب بدرو دلسة كبرى حش خنواري لبوت وزير التعليم عالي ما كيف يا اخوي امر دركا او لابن او كانوا بالطائفيه بلا وكاتو بناوي كواب جاهليه ابعاد وقوش وكناري زور لعقل ولا دين ولا شرك ولا فكر ولا سلوك وممارسه وتصرفاتك ومرايتك وخزاني بيقروا حتى او قوميه وعشائرك باسم ما صار بيد بني كسلبوبي او جاهليه وقران باسيد كاتن دفتر ميد كاتك فساد عقيده جاهليه عقيده درز بجاهليتي خاو خيزان وكمال قدرزي بجاهليتي عصبية درزي بإتر دقاتا سلو بوبي حكم دا صلاة وكخوي قد فرم أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقومه جاهلية كبيناسي كتمان كر جروبة سيستما خيزانة خيزان خيزانة كأم خيزانة وكو بازي كي بابيرة دابيرة بازي كي باوكا بازي كي دايكا بازي كي نوية بازي كي نوية نوية أما همو بيكي متكاملا يكتري توليدك يكتري هن بونو يكتري بشتغيرنو يكتري بهيزو ببيزا كان كوابي فعلا يعني كأوبو أوج دروسة بيه كجاهليتي فكر وعقل وشيرق بو وردور دا كابرا تاخدي شريعته أسماني نية حزي لو عظام نخيرو لو
دعوها فإنها منتينة لو قوش رزيوة أو إسك برتوكا وقديمانا وكوتم هنا نوي فينيقي وجاهلية كان أو فرعوني أو سومري أو بابلي أو عشتار أو كسرى وخسرى أما عيني جاهليته هنا نوي أشتغ رزيوة بيسانية كإسلام هاد قوري كد لقل كسرى وخسرى لناي بدنا أو دي إمبراطورة ظالمي لكولي مربكان كدو إستشان بشان يك مثلا روسيا بوتين لقل إيران شان بشان يك سوريا داقي كدو سوريا كاول كدو يعني مزاجي دينا كان بقورن لسوني وشيعة وأني أنواع درودة لسدانة بناوي السبايا طريق السبايا وأمانة وذو ده أم عالم إسلامي داقي كانوا حتى تمحى كان كعبة هندو كان داوي كعبة كان إيران داوي كعبة بمشي يعني أما همي باش معه وبروبومي بوغني أو عظام نخر جاهليته جاهلية بهم بشر كان كباس ماركي كانوا أنا كبا أبو ذر فرمي إنك امرؤ فيك جاهلية كباب جاهليتي عقيدة وفكر وأمانة هي تا جاهليتي سلوك وممارسة وخلق موسى يعني مكاتك بميجود أخوي إنه بردوم بس لقناغي بيش هاتني إسلام بقناغي جاهلية ذكرتها بدواني همو سيما كاني أو قناغ لواني بخراب تريجة سلو سردما سري هلدا بتوا ما بس جاهليتك أوابك كبحث مالك أما جمان ببريكي كلا بيشا جاهلية فعلا نخيانواري جبون فمعنى نخيانواري أمي بون هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم أو بو معناه فعلا جاهل بون هذه المعلقات عشان هبو كومل قصيدة وشعر وكمشتيان بو ركاب وصل لروي ميوان داري ودوستاتي ولروي دفاع كمولا مكارمي أن بو وما نتياني مجتمعني مكارمي كان أبو بي حسنا كيستكو أو مكارمي أنا شخريك لنا مجتمعات إسلامي يعني نعمة تنكب صدمي زهر شوي شهامت يعني هبو أبو جهل وشيتي في أغمري خوابو كجي لقل كومل بلام شو نتسروا أفرتوش إلا خوارا وتيتي ورن عيبناك الدا داوشا ورن خوارو مقاطعين كثير صاروا دعوة كانوا وعيبنا كان أوان يوانان بيبيخون أوان نان بيبيخون أو لبرس عبرن جاو جزو جاو قلا أخون يعني كمال شهامات بخزجان بأم جاهلية يس خز صدر خزجية بو جاهليته يس خلق لغزة أو جيجل وقت وعام كان رجعنا أو كجن أم جاويش كم ما وخزجة بو أخوازه كهال جقلاهم بردو لبرس أو هم من علانا بيشير أو خز خدجو من على كم هدام أو كان نخوش تايبة كان أو تبو أوان يردو ده تمنا يمردنا كان وفيل عن إيش عم كوجن وكسيش دمناك أما جاهليته يعني أجبد به في ناسي جاهلية كده وجاهلية بمجسمي ببيني تماشى أمر رجعارك كبيوتي عصي نور وعصي علم ومدير وتكنولوجيا وتقدم ونازم شيء أما اللوت كي جاهلية بمروبايتي وخزاني مروي استعيا كل الرجال يا جاهلية وين بيني واستكان ناقوسة بتاريكي على روناكي بجهل على علم بعلم على جهل بإنسانية على نازم شيء هم اللي ناقوسة أو ركضوا أما اللوت كي جاهلية لهموج يعني مروف وخزاني مرأة نجيش تام جاهلية هم يعني شربة أو إلى بوسوها سكدير ما مسلمانا أو إلى كشمير أيكن أم قتلوا عامة أم إبادة كني حضارة إسلامية كحضارة الدزمير روباكو تميزي وتوحيد ونون وقلم وإقراء يعني أما قور كانوا وحضارة هندوسي بين النبي وبتبارسي جاهلية سلنوا إلى إمارات إسا أو تبتها بارسية بتها تناوتنا وهندوس وذي وأمانة خريح إسلام نبي ممنوعة أما جاهليته هموش جائز وهموش بازاري قرمة إلا بازاري كساس وملكتي مسلمان نبي جيبيا نامت ناو خاكي خوانك ناو زرقي خاكي خوانك موسى ديارة جهالة يعني خوي دبينيت هو لكسك شخصك كنفامة ما مرو تيجش نو خلصو كوتي نفامانية إما وكو مسلمان تون ما مر لقل كسي نفام كنت شكر روجانا إما يعني لقشان ما هي يكتري دبين قصر لقل يكتر دكين وكو مسلمان أبي تون ما مر لقل كسي جاهل بن بعيني رأفة ورحمة سيري بكين بشتيتي بكين شون بل يدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي من حميم يدفع بالتي هي أحسن سيئة أمهم آية نمان هي كوابي أبي بالدائمة أقر قصيب وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي يقولوا أحكام أحسن أولا يعني ليبلوكم أيكم أحسن عملا كوابي أجا حسن نك أجا سيئك وحسن يبو حسنك الله برجل أجا حسنك وأحسن يبو أحسنك الله برجل أدعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أو لو شو هالشيء ودائما أبي تحامل كين أبي بروي خور من درمنياني لشون يخويا طبعا درمنياني شون يخوي هي هل شونو تندو تيجي شون يخوي هي نابي هندكات شونك شوني هل شونو تندية أشي بدرمنياني أو حكمة نية حكمة أو يا هالشيء لشون يخويا بوشي بو أن عزك بيويسا لو جيجا كبيويسا لقل أو كسك بيويسا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام سلامة. آه
يعني رسم أويا هم كاتين درمونياني حكمة النية وهم كاتي كي تندو تيجي بكان هنا عني بحكمة النية أي موسى تكات بش هلكين لا كساني جاهل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين أو إعراضك كي يعني تو بش جانتي بكي تقصي أنا قلنا كي ديدري ما ليام كي يعني كسي كي قصي علمي ومنطقي وبكي حاضينا به أبي لي قريبه زمان أبي لي قريبه ممارسة جوان وعلاقاتي النفسي والاجتماعي وكسي شواوة دروني بوغني كدوا ابي ليجر يعني تباسي منطق وعلم وفلسفه واسمان وحلال وحرام اواني بوك تيناغا لبر او باز ليجر يبو زمن باز بيدني دولت فين جوابا وهند كس جواب ندان وي جواب يعني بل نوصخ اگر خوي كسك هستي كر فعلا اسلا خونا غي نفاميه اشتكان نازني ظني برام برخوا خرابة يعني لا عائلة وخاو خيزاني التزامات جينية يعني لنا سلطة ودى صلاتك كفعلا يحكمون بغير ما أنزل الله أو كخوي الشخصي أو كسب أو هنقاو بنيت برو مسلمانة شراس تقينا دور كوتنون لزهالة بيستسيبات هندي كزوتم وكو على جواب الأحمق السكوت وبيدني جو أنتين جوابه هندي شت هي بدنا كدنو بجور كدني أو بو دفني كيتو بيدني بيلي بسريعة شيء أو باشن حله كواب جدال لقال خويا لقال أهلي خويا جدال كسك عقل إيشك فكر إيشك خنواري هي برا ورد كلا بيني رشوس في خير وشرع أو بجدال بعد كتير هي بموعظة حسنة وتا بلفظ شيرين بشتي جوان هندي شد بهدية تهادو وتحابوك وفي غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي بعض كتير أوي شاكي لقلكي يعني شاكي لقلكي لجاتي قصي شاكي عملي شاكي لقلكي بعض كسي هي شيطان كدو هاريان كدو ظلميان ليا كدو تو بعض كسي هجاريان كدو كاد الفقر أن يكون كفرة يعني وكو على فقر شو بوهر شوني كفرش لدوايو على تخامنش بلقال خط وبالنتيجة فقيري زلكا وزنقاويكا دائما كفر وإلحاد وهلشون وتوريو دول لدين ودول لأخوائي دول سكا بعض الشيء بوحى لك قصة هموش شقنية وقصبوها مدر ديك علاج نية بلكو كدوي جوان وأخلاق شيرين وكو أفرمي اتق الله حيث ما كنت وبيني خوت أخوة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها بيني خوت قناه توانك وانا كانت وخالق الناس بخلق حسن بعد يشد هو علاج كده موسى أقد زاهلية دوكو ويك قرآن ده فرمية ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة لمسألة قناحة يعني أقد كسك زانياري هو أنزامي ده بجاهل حساب ده كريتن جاهلية زور فرقية لقى الجهالة دوكو باس مالك جهالة درجي علمه خلواري وقراءة وكتابة جاهلية فكرة سلوكة ممارسة إصرار عقيدة منهج أو شانه يعني جاء هر كسي كجناحك بقوله آياته ديان آياته تريش لو كاتا لبيري أشي يعني لو كاتا جاهلة أقر فيلسوف بي أقر قولتين بيه وصالعتين كذب لو كاتا كأخذي كتوانا كجناحك إلا لجهلة يعني عظمتي خوي لبرشاونية خرابي جناهي لبرشاونية دبروا خو أفرم بجهالة أو قيدي ويهناوة ممكن ني إنسان أو علمي كزوركات بجواني هيتي أو خشيو تقوى لغر خوا أو عظمة جلالي خوا لبشايا بيو إخدام كالا ستانو قناح إلا لو كاتا وكجلي دبري داها كان ري لو دان ري أو جاقناها كاكا كما بيو آياتي كلو آيات عجائباني كباسي أوكا ممكن ني إنسان علمي بيو قناها كا ولكو لو كاتا علمك وكجلي برق داها كان يفرق دا يا شيطان بي فرق دا بويا أو كاتب موصوفة كريم نعوزادة كريم بواكا بجهالتنا موسى القصية كون هيدا لنك مروفا كان تقسيم لكريم بوتواريا يعني يشان برجل لا يدري وأنه لا يدري أنه لا يدري يعني فعلا جهري مركبي بيا جهري مركبي بيا دور جدا أوكا خوي بزانا أزاني أو خرابترين زولي كسكانا كينسا بليان دور كريم بلام إترش يا نزاني فكري علمي يا قناه تاوان وطغياني شهوات وشبهات هر شكات سري او برجيله بدا كان او علمي لي سلبك هذا كتاب جاهل زور سباس بو مونسا سيد احمد بن زيني بو اورقنواني لسا بابت نفهمي والجاهلية دي بنراني از خوش است برنامج دريتم كقراني كان بخوي غورتان بس بيرين خواتان بقى